اخواني ابناء عنس الكرام، في هذه المدينة الكريمة في سنبان نلتقي اليوم لقاء الاخوة، نلتقي اليوم لقاء الزملاء، لا نلتقي لقاء الحكام والمحكومين ابدا. اخواني اريد ان اذكركم بشيء واحد، انني سعيد كل السعادة ان اسمع كل انسان اليوم يطالب الدولة بالمدرسة والماء والمستشفى والطريق والعلاج والكتاب، هذا شيء نعتز به. لكنني اريد ان اذكركم وبالاخص اولئك الاباء، اذكركم بعشرات السنين من حكم بيت حميد الدين وماذا صنعوا لنا. اذكركم كم قبلنا اقدامهم وكم اعتقدنا بان طريق الجنة على ايديهم، وليس على ايديهم الا طريق النار وطريق الخراب وطريق الدمار. واليوم وقد رفض شعبنا تلك الأسرة الملعونة وطردها إلى الأبد، ها نحن اليوم نرى أن الأجيال القادمة تأتي لتأخذ دورها على هذه الأرض لتعيش حياة كريمة، وها نحن اليوم قد وضعنا حجر الأساس لبدء العمل في طريق ذمار رداع البيضاء. وإذا كانت هذه الطريق ستربط مناطق عزيزة وغالية علينا، فإنما هي طريق إلى المستقبل، ليست طريق لمرور السيارات فقط، إنها طريق لوصول المدرس، إنها طريق لبناء المستشفى، إنها طريق لوصول معدات الكهرباء، إنها طريق إلى الحياة الجديدة بكل ما فيها من معنى. وكما أنا سعيد أن آتي لزيارتكم اليوم وقد بدأ العمل فعلا، لأننا أيضا وبعد أن طرد شعبنا تلك الأسرة عشنا منذ قيام الثورة إلى اليوم في المواعيد الكاذبة وفي الكلمات الرنانة، ولكننا لم نعمل شيء، وأولئك الذين حاولوا أن يكذبوا على الشعب كما كذب عليه بيت حميد الدين قد عرفهم الشعب وطردهم وراهم. اليوم يا اخواني نحن نعيش حياة الصدق، فلا نريد ان نقول الا ما نستطيع ان نعمله، واذا عملنا شيء فان الفضل فيه لله وحده، والفضل فيه لكم لكل ابناء الشعب في كل المناطق وفي انحاء الجمهورية. احييكم على هذا الاستقبال الكريم، واحيي فيكم روح الوطنية، واعدكم باننا لن نتردد في أن نفعل لكل مواطن، لكل قرية، لكل منطقة، لكل مدينة ما نستطيعه دون أن نبالغ. ولكنني أرجو ألا تستعجلوا أبدا، ولا تعتقدوا أن معنا عصا موسى سنلقف كل ما يأفكون، فهناك أعداء لكم، أعداء للشعب، لا يرضيهم أن تبنى المدارس ولا أن تشق الطرق، لا يرضيهم إلا أن يملأوا جيوبهم وكما تشبع الكتل. هذا واقع واقع. اخواني احييكم، وبهذه المناسبة احيي الاخوة الذين شاركونا بالدم في الحماية عن الثورة، وها هم اليوم يواصلون تلك الرسالة فيجاهدون في التغلب على الجهل، انهم يساعدون على بناء اجيالنا القادمة. انني احيي مصر ممثلة في أبنائها الموجودين بيننا في كل مدينة وقرية، وأذكر بكل فخر تضحياتهم على قمم الجبال وفي بطون الأودية دفاعا شريفا أخويا مع إخواننا في هذا الشعب الأبي الذي يتطلع إن شاء الله إلى أن يرد الدين ويساهم معهم في تحرير الأرض إن شاء الله. أحييكم وأشكركم.